اليوم أبى أقول للعزيز مسلي المعمر، أوكي؟ أنا طبعًا الشكر، كل الشكر لسمو الوزير على مكافأة نادي الهلال، كل لاعب بمئة ألف، وكويس إنه، وعارف الوزير واللي حوله حساسية الوسط الرياضي، لذا أعلنوها من أمس عشان لو فاز الهلال ولا فاز النصر إيه ما شوف ما يخلص. أيوة لكن أنا أقول لمسلي لو كنت مكانك لمنحت كل لاعب نصراوي مكافأة. هذا هم دائما يتحسسون بعض جماعة النصر، هذا مشروع أنت بنيته، فريق أكثرهم من صغار. يا رجل هل معقولة أن النصر في الشوط الأول منقوص ويعود للمباراة ويكون في أوقات كثيرة أقرب إلى الفوز؟ إذن أنت خلقت فريق جميل جدا وبأسماء جميلة جدا، عليك أن تحافظ عليه، عليك أنه تغلق الملف. الهلال فازوا نبارك لهم، يستاهلون وإحنا معهم قلبا وقالب، لكن ابدأ واصل مشروعك هذا، ابدأ صفحة جديدة على أساس أنك تحافظ على هذا المشروع. حقيقة حقيقة يعني فعلا كان، وشكر كل الشكر للمدرجين، شفنا مدرج نصراوي على أعلى مستوى يشجع بكل حماس، وشفنا مدرج هلالي القوة الزرقاء يا الله ممتعين بشكل غير طبيعي. لذلك نقول ما يدعو له تلك العزمة من خلال كورة، وبقية العقلاء من الإعلاميين في عملية أنه الفوز والخسارة وارد، حبوا بعض، انعكس اليوم. أنا أتمنى من كل قلبي، وبختم في ناحية مهمة جدا، شفتوا اللي حدث بين لاعبين النصر والهلال في الممر قبل الدخول؟ هم يقولون، يعطونا رسالة يا الإعلاميين، يعطون رسالة للجمهور، ترى حنا نحب بعض. أوكي تفاصيل مناوشات تحدث، لكن شفنا أيضا الروح العالية بين اللاعبين، لاعب نصراوي يصاب اللاعب الهلالي يطلع الكرة والعكس. لذلك استمتعنا بديربي جميل. آسف يا بناي طولت، كني طولتها. لا لا خذ وقت تكلم. لا لا خلص وقتي والله. تفضل بناي. لا لا قل كمل كمل. والله في قاعد لا حس. يا ما في إلا هذا بس. والله يطمن راحت. كمل كمل يا أبو تركي خلاص كمل كلامك. أنت تقول لي لا 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 تذب عليه، بذب عليه. كمل يا حلال، خليك طيب، خليك في المباراة. خلنا بشوف باقي. أيوة. عبد الفتاح يا بدرو يا حبيبي يا أيها المدرب الجميل، اللي ربما إنك تقول يا ماجد أنت قدمت رأي في البداية وأنت غلطان. أنا في نظري عبد الفتاح عسيري كان العين مفتحة في النصر، ليش طلعته؟ يعني كان في أسماء أقل منه بعطاء بكثير، كان مصدر الخطورة في الفريق النصراوي. خلصت أنا خلص بس كذا والله يا قفلة بعد. ألف ألف مبروك يا شباب، أخذك أبو نايف بعد الفاصل، نروح للفاصل وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث مرة